السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي في الله، حياكم الله وبياكم. الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أريد أن أحكي لكم أو أتشارك معكم قصة حدثت لي، ومن أصدقائي على الفيسبوك أو على اليوتيوب من يعرفني ويعلم أنني كنت مصابا بمرض السرطان. كنت مصابا بمرض السرطان في بطني سنة 2007، و تماثلت في العلاج عبر الكيماوي لمدة 3 أشهر تقريبا. في هذه 3 أشهر عندما كنت ذهبت إلى الكيماوي أصبحت مقعد، لا أقوى على الحركة، لا على المشي، لا على أي شيء. إذا نظرت إليه تقول هذا عنده 90 سنة تقريبا. من زارني لا يظنني، قد ترني وقد تقول هذا شيخ كبير بالضعف والنحل والشيخوخة المبكرة. فتماثلت لهذا العلاج ووضعت أموري بيد الله سبحانه وتعالى، وكنت أعلم يقينا بأني سأشفى من هذا المرض. والله جاءتني سكرة الموت أثناء مرضي، سكرة الموت. وبعد واحد الإخوة شاهد هذا، وكان عندي لما كنت على فراش الموت لم يبق لي إلا الشهادة، أسأل الله يثبتنا على الشهادة عند الخاتمة. فالحمد لله كان عندي موعد عند الطبيب من أجل الكيماوي، فلم أذهب إليه، امتنعت عن هذا العلاج. هذا العلاج يعني زاد من مرضي ولم ينفعني بشيء. فأوصاني أحد الإخوة بالحجامة، هذا الدواء العجيب وهذه المعجزة الربانية وهذه السنة المحمدية إعجاز بطبيعة الحال، من أنكرها فلا يعلم شيئا. جاءني أحد الإخوة، كان يأتي عندي وكنت أحتجم عنده. احتجمت مرة الأولى، الثانية للإشارة كنت مقعد، يضعونني على العربة لا أمشي بتاتا ولم أستطيع المشي، ما عندي قوة، القلب يضرب إذا مشيت خطوة، القلب يضرب. سبحان الله، ما أدري هذا الكيماوي أينفع أم يقتلون به الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد أنني احتجمت مرة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، فصرت أمشي ولله الحمد. فمشيت وعملت وتحركت، أصبحت معافا ورجع لي شعري ولله الحمد. منذ سنة 2007 وأنا أحتجم إلى الآن، ولم يعد عندي مرض بتاتا، وما زرت الطبيب بعدها إلى الآن تقريبا 12 سنة. وهذا أريد أن أقول لبعض المرضى وبعض الأصحاء، عليكم بالحجامة، والله هذا دواء رباني. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. نريد أن نبين لكم هذا الأمر ولتعلموا فوائد الحجامة والعديد من مرضى السرطان. شوفوا بالحجامة، لكن لا بد من النية، أن تكون نيتك صافية. إذا كنت موسوسا
وتخاف وتقول بأن هذا الدواء لن ينفعني فلن ينفعك. اتخذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يمدنا وإياكم بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.